أنا سامي وأنا نور ونحن عايشين بي فجرة. أبو كيس ليتو شو لقيت؟ شكله مثل وش بيضحك. شوفوا أنا شو لقيت. يه شكله مثل قلب. ها أنا لقيتها قبل شوي ورجعت ضيعتها. لا ها أنا لقيتها هلأ. إيه بس أصلاً هلقلي. لا ها أنا لقيتها. إيه بس أصلاً هلقلي. خلاص وقفوا تتخانقوا. أنا عندي فكرة. كل حدا ينقي ميلة. اللي بيطلع له راس القفشة بيخدها. أوكي أوكي. واحد اثنين ثلاثة. ياي أنا ربحت. ياي أنا كان بدي أربح وهلأ صارت إلي. سامي وقف. تعرف الحلقة. شو هيدا؟ مش عم بقش عشي. خرجك. خرجي؟ طيب هلا أنا صرت أبو كيس وجاي عليكم. يلا يا أولاد طار وقت العشاء. تعوا على البيت قبل ما تعتم الدنيا. أوكي ماما. أوكي تونت منى. يامي. أنا كتير بحب اللبنة والزعتر. أنا أصلاً طلع لي أطيب عروس. بس أنا عروست أكبر. أول كن عن جد في أبو كيس. وفي أم كيس وابن كيس صغير. خلص سامي وقف. بتعرفوا إنه أنا عندي كتاب عن أبو كيس؟ شوفوا أبو كيس دايماً بيكون معه كيس كتير كبير وبيحب يعبي كيسه بأشياء مهمة مثل اللعب. وأبو كيس ما بيحب حدا يشوفه مشان هيك دايماً بيجي بالعتمة. مرحبا رنا تفضلي. أم علي مستعجلة صار وقت النوم. نور يلا ماما. في ضلني شوي بعد. صار وقت النوم وسامي ويارا كمان بدهم يناموا. ما اصلا انت بكره جاي تقضي النهار عندهم كمان. اوكي باي سامي باي يارا باي نور. يلا يا اولاد عالنوم. بس ماما مننا ناقصين بعد. ايه ماما بليز بس بدي العب شوي بأوضتي. اوكي فيكن تلعبوا شوي بالاوضه. رح حط تايمر 10 دقايق. ياي يلا سبق مين بيوصل قبل. شوفي يا أناستازيا شو لقيت اليوم. رح أعطيك إياها لأنه بحبيتك كتير كتير. ما تخافوا قطعت الكهرباء وهلأ شوي وبيجي الضوء. عدوا لثلاثة. أوكي ما تخافي أناستازيا. واحد اثنين ثلاثة. أناستازيا أناستازيا وين رحتي؟ يا الله وين اختفت هلا؟ بركة هيدا أبو كيس أخده. سامي 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 حسامي شو صار؟ بعتقد أجا أبو كيس وأخذ لأناستازيا. أناستازيا أكيد ما أخذ أناستازيا وبس بياخد الألعاب الحلوين. وأصلا ما في أبو كيس عن جد. لكينا كيف اختفت أناستازيا من قدامي لما انقطعت الكهرباء؟ تعال شوف. ما بدي. ما بدك لأنه خايف؟ أنا خايف؟ أنا المحقق سامي أهم محقق بلبنان. أكيد مش رح خاف. أول شي لازم نلاقي الأدلة. هيدا أول دليل. المحقق سامي لقى فردة كلسات. منيح ما لقيها أبو كيس كان غيب عن الوعي. سامي خلاص وقف ما بتضحك. قلتلك أبو كيس أخذ أناستازيا. أوكي أنا عندي خطة. رح نطفي الضو ونشوف إذا أبو كيس إجا وأخذ شي. طيب يلا جاهزة؟
العشاء. أبو تيش. شو يا صغار؟ شو عم تلعبوا؟ بابا. شو في خير؟ كنا عم نطفي الضو تنلقط أبو تيش، هو عم يخدنا لعبنا. بلشوا لي من الأول، شو قصة أبو كيس؟ أوكي بابا، بس نقطعت الكهرباء إجا أبو كيس وأخذ لي أناستازيا من الأوضة. يا عم أكيد مش أبو كيس أخذها، وين بدها تكون؟ خلوني فتش. برمت الأوضة كلها وما لقيتها. منين نشوف؟ مش هون ولا هون. هاي أناستازيا. محقق بلبنان، يعني أنا لقى أناستازيا بمساعدة بابا. يارا بابا دايما تذكري، بس يصير معكم شي غريب أكيد بيكون في تفسير هين ومنطقي لإله، دايما خبرونا أو خبروا الماما تنساعدكم. أبو كيس؟ ما في شي اسمه أبو كيس. بس شو؟ بس شو في؟ إذا بتعذبوني راح صير أنا أبو كيس. شو فيها الضجة؟ منى نقستيني. حتى أبو كيس بيخاف من الماما.